الشيء السائد في التثقيف في الوسط الشيعي حينما تأتي الأحاديث، مثلا هذا الحديث، رأسا يبدأ الشارحون من علمائنا من خطبائنا من متحدثينا يتحدثون عن التواضع مع سائر الناس. التواضع مع سائر الناس شيء حسن، لكن الأحاديث تتحدث عن المرتبة الأعلى. المرتبة الأعلى التواضع لأهل البيت، كما في صلة الرحم. حينما تأتي الأحاديث تتحدث عن صلة الرحم، يبدأ علماؤنا فقهاؤنا خطباؤنا وسائل الإعلام تتحدث عن صلة أرحامنا من جهة الآباء والأمهات الذين ولدونا، شيء حسن لا شك في ذلك، لكن الأحاديث تتحدث بالدرجة الأولى عن رحم محمد صلى الله عليه وآله. الأحاديث تتحدث عن صلة رحمهم، هم الرحم الحقيقي، الرحم المعلق بالعرش رحمهم، وليس رحما لعامة الناس. السبب في أن المعاني الأهم لا تذكر لأن الثقافة الشيعية بنيت وفقا للذوق المخالف لأهل البيت. في الثقافة المخالفة لأهل البيت حينما ترد أحاديث التواضع أو أحاديث صلة الرحم أو فإن المخالفين لأهل البيت يحرفون هذه الأحاديث إلى المعاني الأدون. وبما أن الثقافة الشيعية قد نخرت بالفكر المخالف، كان هذا هو السائد في كتب علمائنا ومراجعنا، في محاضراتنا ومجالسنا، في منابرنا الحسينية، في وسائل إعلامنا. هذه القضية واضحة على طول الخط. كل الأحاديث تشرح بعيدا عن المرتبة الأولى التي هي هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا أعتقد أن بعضا ممن يسمعني وأنا أشرح الأحاديث بهذه الطريقة يستغرب، لأن الذهن اعتاد على الطريقة المخالفة لأهل البيت، لأن الثقافة السائدة ثقافة مخالفة لأهل البيت. هذا هو حال الثقافة الشيعية.